سالي، محطتنا التالية عن التعاون الذي يعرف أنه من العمليات الاجتماعية المهمة باستقرار حياة المجتمع وإرساء العلاقات بين الأفراد بشكل سليم، ومفهومه العام هو العمل سويا بغية تحقيق غايات عامة مشتركة. سلمى، كيف إذا كان هالتعاون أيضا بين مجموعات تطوعية تنموية أو إغاثية أو غيرها؟ اليوم رح نتحدث أكثر عن هذا المفهوم وآلية تطبيقه مع مدرب التنمية البشرية الأستاذ مفيد كرباج. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. يعني بالبداية خلينا نتعرف من حضرتك، يعني مثل ما ذكرنا أنه التعاون هو العمل الجماعي أو العمل سوية لحتى نحقق غاية ومصالح عامة مشتركة. ندخل أكثر ونفصل بمفهوم التعاون، شو المقصود فيه؟ يعني اليوم التعاون، إذا نحن عم نحكي عن تعاون وحطينا الإطار هو ضمن العمل التطوعي أو ضمن العمل التنموي، ففي عندي نوعين من التعاون. هو التعاون الداخلي بين أعضاء الفريق لحتى ينجح هذا العمل، والنوع الثاني من التعاون هو تعاون ما بين هذا الفريق وفريق آخر يمكن يكون عم يشتغل نفس الشغل، فنتيجة هذا التعاون بتكون عمل أفضل، وصول للهدف بطريقة أفضل، بالإضافة لأنه نحن هذا التعاون ممكن يبني خطوات تانية، أو ممكن هذا التعاون ينبنى عليه عدة مشاريع إضافية. نرجع للتعاون الأول أو للشكل الأول اللي هو التعاون بين أعضاء الفريق، اللي هو قائم على الإيمان بأعضاء الفريق، كل يعني كل واحد يؤمن بالآخر، يؤمن بقدراته، بأهمية وجوده ضمن الفريق، بالإضافة للتعاون ضمن أعضاء الفريق كاملا لإنجاح الهدف اللي هو أساس أي عمل ممكن يقوم فيه أي مبادرة أو أي مجموعة. يعني دائما أستاذ مفيد عم نشوف تعاون بين مجموعات، خلينا نقول نحن بمجموعتين وهدول المجموعتين قرروا يتعاونوا، قديش من خلال هذا التعاون تقدر المجموعة الأولى أنه تستفيد من خبرة المجموعة الثانية؟ يعني التعاون غير أنه بينجح العمل فهو يحقق إفادة للطرفين. اليوم التعاون ممكن ينبنى بين شخصين أو مبادرتين أو فريقين بيشتغلوا بنفس المجال أو بيكملوا بعضهم. اليوم في عنا بعض المبادرات عندها مكان، البعض الآخر عنده موارد بشرية، فممكن يكملوا بعضهم بهذا العمل. ممكن يكون نفس المبادرات أو نفس الفرق هني عم بيشتركوا بنوع النشاط. يعني اليوم في عنا عدة أنشطة تنموية أو اجتماعية أو إغاثية أو إلى آخره، فكل مكان مجموعة المبادرات اللي مع بعض عم تتعاون لتقوم بعمل ما، فنتيجة هذا العمل هي رح تكون أكبر بكتير. نجي على أرض الواقع، اليوم الاستفادة ما بين الطرفين عم بتكون من خلال اكتساب خبرات جديدة، عم بتكون من خلال استفادة من موارد بشرية أو من موارد مالية أو من لوجستيات موجودة عند أحد الطرفين، بالتالي نحن عم نوفر وقت وعم نوفر جهد وعم نوفر مال. كمان الاستفادة عم بتكون بأنه نحن نبني علاقة، يمكن هاي العلاقة طويلة الأمد ما بين هدول الطرفين. نعم أستاذ مفيد، لما بدنا نحكي عن التعاون وأهميته بالبداية خلينا نرجع للأساس، لآليات نجاحه أو أساسيات نجاحه. لأي درجة فينا نقول عن هذا الفريق هو فريق متعاون ناجح، فينا نوصفه بهاي الصفة؟ شو هي خلينا نقول النتائج اللي بتبين عنا أنه في نقص بالتعاون أو في آلية خطأ يمكن؟ اليوم أي فريق هو بيآمن بموضوع التشاركية، بيآمن بموضوع العمومية الفكرة، ما يحتجز الفكرة لحاله، بيآمن بأنه اليوم التجربة تبعه هي ملك للجميع مو ملك له لحاله، هذا الفريق منقول عنه متعاون. الفريق المتعاون أو الشخص المتعاون هو الشخص اللي واضح أمام نفسه أمام الغير بأنه أنا اليوم ما عم بعمل عمل أو عم بسعى نحو نجاح شخصي أو مجد شخصي، لا، اليوم أنا عم بسعى نحو كمال هذا العمل أو الوصول لهدف أفضل ضمن هذا العمل. اليوم في كتير من التجارب اللي على الأرض، منا اللي نجحت ومنا اللي فشلت، سواء تجارب المبادرات أو الأشخاص اللي تعاونوا مع بعض أو المبادرات والأشخاص اللي هن ما تعاونوا مع بعض، اللي هن اشتغلوا ضد بعض. اليوم أنا كثير من المبادرات اشتغلت ضمن الأزمة بموضوع الإغاثة، بموضوع التدريب، بموضوع كذا، بدل ما تكمل بعضها صارت تضرب ببعضها، صارت تشتغل ببعضها.
فهذا اليوم واضح تماما أمام الجميع مين هو الشخص اللي فعلا متعاون، الشخص اللي بيأمن بفكر التشارك أو التعاون مع الآخر أو التشبيك مع الآخر، ومين هو الشخص اللي اليوم بيحب يكتنز الفرصة لحاله، بيحب يختصر كل النجاح وكل العمل يختصره باسمه. تمام، يعني مثل ما حكيت فكرة هي التشاركية في طرح الأفكار كتير مهمة، أنه نتشارك بطرح الأفكار لأي حد ونسبة بتكون صحيحة. يعني أحيانا نحن مو احتكار للفكرة، ولكن الفكرة أحيانا لازم تكون شوي مخباية مشان ما يكون في تضارب حتى بين الفكرتين مع بعض. لأي حد بتكون التشاركية صحيحة. اليوم نحن عم نحكي عن قصة تانية، اللي هي أنه أنا اليوم عم جهز لفكرة أو عم جهز لعمل، ضروري موضوع السرية بالتحضيرات وكذا كرمال هذا العمل ما يتقلد، كرمال هذا العمل ما تنسرق الفكرة تبعه إلى آخره. هاي فترة التحضير كتير مهمة. اليوم أنا أظهرت عملي للعموم، لما أظهرت عملي صار ملك للجميع، ما عاد فيني أقول أنه أنا هاي الفكرة هي فقط إلي. بالعكس، اليوم الفكرة الجيدة هي الفكرة اللي بتطبق بأكثر من مكان وبأكثر من زمان. هلأ في بعض الأشخاص بيقولوا أنه لا، هي سرقة أفكار. جيد، ما هي الفكرة الجيدة هي بتنسرق وهي بتطبق بأكثر من مكان، والناس هي قادرة على أنه توازن أي العمل هو أنجح أو أي تطبيق كان هو الأنجح. هلأ بنيجي لقصة تانية، أنه كمان هي المبادرة التانية اللي أخذت الفكرة، أنه بدل ما تأخذي الفكرة الجاهزة أو تسرقيها من 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 مبادرة تانية، لا، أنا بروح لعند هاي المبادرة أو بروح لعند هذا الفريق وبقول له أنه أنا في عندي متطوعين وفي عندي إمكانيات لحتى أتشارك أنا وياك. طبعاً للتعاون في بروتوكولات بتتم بين الفرق، أنه اليوم أنا بده يظهر اللوجو تبعي، ما بده يظهر اللوجو تبعي، الاسم هذا أول، الاسم هذا أول، أنا بشارك تمويل، أنت بتشارك بالموارد، في اتفاقيات بيقوم عليها التعاون. واهم شيء بالتعاون انه اليوم كمان ما يكون في طرف مظلوم على حساب طرف ثاني، وما يكون في طرف عم ياكل الطرف الثاني، بالعكس لازم هذا هي العلاقه تكون متوازنه بين اكيد. ولكن يعني التعاون بشكل عام فكرته تبدا على الغاء المنفعه الشخصيه واعلاء المنفعه العامه، وبالعموم دائما الفريق مثل ما قلت لازم ينصهر كله بيد واحده لحتى نحصل على نتائج. حضرتك من فتره عملت على مشروع تدريبي يمكن لفرق او مجموعات على اسس التعاون، كيف لقيت هالتجربه على ارض الواقع؟ بشو اصطدمت؟ شو لقيت فيه يمكن اوجه نقص معينة؟ حقيقة المشروع هو ما كان مشروع تدريبي، المشروع هو كان مشروع منصات حوار وتشبيك ما بين الفرق والمبادرات الموجودة بدمشق، واللي استمر يعني بعده مستمر لليوم. نحن اليوم الأربعاء عندنا الجلسة الرابعة من هذا المشروع، عم بيكون موجود مجموعة من المبادرات والفرق والجمعيات اللي بتشتغل بنفس الدومين بنفس المجال، وبنطرح موضوع للنقاش للحوار ما بين هاي الجمعيات وهي المبادرات، وبنطرح موضوع التشبيك والتشاركية ما بين هاي المبادرات. طبعا اليوم مشكورين كل اللي حضر وكل اللي راح يحضر، عم بيكونوا كتير متعاونين بالأساس، إن أشخاص إيجابيين، أشخاص متعاونين منفتحين على فكرة التعاون. ليش نشأ هذا المشروع؟ كرمال نحن نخلق أرضية مشتركة، إذا حبوا يعملوا شيء مشترك بين بعضهم يكون هذا المنطلق. وفعلاً في 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 بعض المبادرات أو بعض الفرق بلشت تتواصل مع بعضها أكثر، بلشت تساوي شيء مشترك أكثر. بالإضافة إلى إنه نحن اليوم هي المنصات من وظيفتها الأساسية المبادرات تتعرف شو في عند الثاني، يعني انا شو بقدر استفيد منك وانت شو بتقدر تستفيد مني. تمام. شو بقدر اعطيك شو بتقدر تعطيني. يعني استاذ مفيد، مثل ما حكينا انه التعاون هو سر النجاح، هل عم بتواجه صعوبات بين تدريب المجموعات وتعزيز فكره هيدا التعاون؟ لانه احيانا هي بيكون طبع عند الشخص، هو طبع قديش بتشتغلوا لا توصلوا للهدف اللي طبعاً هو انه يتعاونوا مع بعض. كثير نواجه اثناء التدريب او اثناء العمل مع المجموعات او مع الافراد، كيف نحن ننمي عنده مفهوم بسيط اللي هو فريق العمل، انه نحن كيف نشتغل كمجموعه، كيف نآمن ببعضنا، كيف كيف كيف. كل الفرق بتمر بمراحل
هي تقريبا متشابهة لمرحلة التأسيس، وبيكون الكل رايق وبيكون الكل عم يحكي وكذا، وفي مرحلة بتمر اللي هي مرحلة الصراع الداخلي داخل الفريق، وبعدين بنروح على طور الاستقرار. بمرحلة الصراع في ناس تنفرز تطلع كذا، ما بيناسبها الشيء اللي عم يشتغل. لكن اليوم موضوع التعاون هو ما يعني ما بيجي بتدريب، الموضوع التعاون هو ناشئ مع الشخص من هو صغير ببيته، تمام، ببيته بمدرسته كذا، بيطلع شخص منفتح متعاون ومحب للآخرين، أو بيكون شخص هو بالأساس بيحب العمل الفردي الشيء لحاله، أو بيحب العمل الفردي بالضبط. طيب يعني كمان من أساسيات التعاون هي دراسة، خلينا نقول شخصيات الأشخاص أو الفرق. يمكن بسمع عن أنه مثلا ممكن يكون في فريق بيتكون من هاي الشخصية وهي الشخصية وهي الشخصية لحتى يكملوا بعض. هل حاليا نحن عم نشتغل على هاي المفاهيم حاليا بالفرق الموجودة؟ لا والله ما حدا عم يشتغل على هاي المفاهيم اليوم بالفرق الموجودة. يعني في كمان تعميم ما بصير، يمكن يكون في فرق عم تشتغل بها، ما بعرف، بس اليوم بالعموم أي فريق عم يتشكل أو أي مبادرة هي عم بتكون من مجموعة من المبادرين من دون تنظيم، يعني عشوائيا عم تتنظم. بعدين اليوم عم تتوزع مهمات، عم تتوزع شيء إداري ما بينه. لكن اليوم أنا ما عم بروح لأختار الأشخاص يعني بدقة متناهية من مرحلة التأسيس. لا، مرحلة التأسيس عم بتكون هي مجموعة من المبادرين اللي حابين يعملوا شيء واللي عم يجمعون هدف مشترك ويشتغلوا هذا الشغل، وهذا بنشوفه بأكثر من فريق. وكرمال هيك أحيانا بتوصل داخل الفرق إنه هذا الفريق بينقسم لفريقين، تمام، شيء طبيعي، نتيجة طبيعية، لأنه اليوم في بعض الأشخاص قد ما 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 بتناسبهم بعض الأفكار أو بعض المبادئ أو إلى آخره، فبتنفرز لحالها وبتعمل شيء بيناسبها. يعني في آليات معينة بتشتغلوا عليها من البداية، يعني هي درجات لتأهيل المجموعات ليكون عندهم هاي روح التعاون. يعني هناك آليات درجة درجة يعني بتحكي لنا عنه اليوم الآلي، يعني شو هي الآليات اللي بنستخدمها؟ واحد، نحن عم نحكي عن اختيار المجموعة أو اختيار مجموعة الأشخاص اللي هن ممكن نختارهم فردا فردا أو ممكن هن يكونوا بالأساس مجموعة. المرحلة الثانية اللي هي تدريبهم على مجموعة من المهارات ومجموعة من الأساليب اللي قد تفيدهم بمجال عملهم، بالإضافة إلى طبعا هن راح يكونوا حاطين خطة وراح يكونوا حاطين هدف وراح يكونوا أشخاص في إلهم مهمة محددة عم يسعوا لتحقيقها. ثلاثة، نحن فتنا بمرحلة التنفيذ. مرحلة التنفيذ هي في إلى متابعة وفي إلى تقييم وفي إلى كثير من العوامل الثانية اللي بترافق خطة العمل أثناء تنفيذها. بعدين نحن انتهينا من مهمة، انتقلنا لمهمة ثانية في شيء له علاقة بالدروس المستفادة من التجربة السابقة، واللي هي بتضل ضمن سجل هاي الخطة أو ضمن سجل هاي المبادرة. هاي الآلية الأساسية لتشكيل أي فريق. عاد أثناء الشغل نحن بيبين معنا المشاكل اللي هي ممكن تكون قادرين أنه نحن نتلافاها، سواء بتوجيه معين أو بتدريب معين أو سواء بإعادة توزيع أو بإعادة هيكلة لهذا الفريق. نعم، يعني أستاذ مفيد قلت قبل شوي كلمة هي جوهرية، نحن عم يتميز عنا يمكن أغلب الفرق بروح المبادرة لحتى يتجمعوا. عادة النية أو مثل ما بيقولوا النية بأي عمل بتسبق أي شيء تاني، بتعطيه هي صفة النجاح والاستمرارية. نحن أكيد سعيدين بكل الفرق اللي عم تنشأ برغم ظروف الحرب بروح هاي المبادرة، ولكن بالنهاية نحن ليس من باب التقليل من عمل أي أحد موجود حاليا على الأرض، ولكن من باب تقويم مثل ما قلت. قد ايه مهم يكون في دائما مراحل هي الخطوه التقييميه، قد ايه بتفيد، يمكن بتصلح بتنجح عمل الفريق بشكل اكبر داخل كل. طبعا اليوم طالما عم نحكي نحن عن التعاون على الفرق وعلى المبادرات، اليوم تحيه لاي فريق او اي مبادره او اي جمعيه اشتغلت ضمن هاي الفتره، لانه اليوم هذا الجهد التطوعي اللي اي شخص عم يبذله باتجاه عمل تنوي هو مشكور عنه بحد ذاته. يعني اليوم هو اجتهاد، وكل اجتهاد له نصيب من 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 الاحترام ومن التقدير ومن المكافاه. فالاحترام للجميع اللي اشتغلوا بهذا المجال. اليوم عمليه التقييم هي عمليه داخليه تمارس داخل الفريق وليس من خارج الفريق. ما في حدا بيجي من برا بيعمل عمليه تقييم الى الفريق، لا، الفريق بداخله هو قادر على تقييم نفسه، قادر على تقييم
خططه، احتياجاته، أهدافه، أهدافه، قادر على تقييم سلبياته وإيجابياته. فعملية التقييم هي عملية مستمرة بتتابع أي أي نشاط ممكن تقوم فيه هي المبادرة أو هي أو هذا الفريق. عملية التقييم تؤدي إلى تقويم بعض السلبيات أو بعض المشاكل اللي ممكن تواجه فريق أو مبادرة بمرحلة من المراحل، تمام؟ وهذا الموضوع هو من أهم المراحل اللي ممكن يمر فيها عمل أي فريق، اللي هو مرحلة التقييم والاستفادة من التجارب. أكيد، يعني مثل ما حكينا التعاون لازم يكون للجميع. بما أنه عم تدربوا وتقيموا، قديش ملاقي في تعاون بيناتكم لكمان لتنجحوا بخلق فرق قادرة أنه تعطي، قادرة أنه تبدع من خلال التعاون؟ يعني اليوم سواء نحن كنا عم نحكي عن فرق تدريبية أو عن مدربين أفراد، فاليوم الهدف هو مشترك، بأنه نحن نقدم شيء، نقدم قيمة مضافة، نقدم فائدة لمجموعة أشخاص ممكن يكونوا هن حابين يعملوا شيء. هاي الفائدة أو هذا التدريب أو هاي المعلومة اللي ممكن تنعطى لفرد أو مجموعة أفراد، قد نكون نحن عم نغرس بذرة جيدة لفريق أو لجمعية أو لمبادرة مستقبلية. وهذا الهدف هو سواء كان معلن أو ضمني، فهذا هو هدف الجميع سواء كمدربين أو فرق تدريبية. نعم، يعني بختام حديثنا سريعا يمكن فينا نمر عن أهم النقاط اللي بتضمن التعاون بين أي فريق أو حتى بين أي مجموعة. اليوم بنرجع للشيء اللي كنا عم نحكيه بالاول، انه اليوم التعاون سواء كان داخلي داخل اعضاء الفريق او خارجي ما بين فرق بين بعضها، فالاهم ببناء هالتعاون هو التفاهم، هو الرؤيه المشتركه، هي الاهداف المشتركه. كون انا مؤمن فعلا بفكره التعاون، كون مؤمن بالتساوي ما بين الطرفين المتعاونين لحتى اوصل انا لنتيجه قد تكون مرضيه او قد تكون افضل من لو انا اشتغلت لحالي. نعم، يعني بدنا منك كلمة أخيرة ونصيحة لكل اللي هلأ عم بيتابعنا، قديش لازم يتمتع بطاقة إيجابية ليبعث هي الطاقة لجميع الأفراد لجميع زملائه لنقدر نحقق الهدف. طبعا اليوم على طول مكرر جملة اللي هي أنه المجموعة تعرف أكثر من الفرد، ليس لأن الفرد لا يعرف، لا، لأن المجموعة عندها خبرات أكبر وعندها خبرات متنوعة أكثر. واليوم كمان التعاون هذا هو أساسه، أنه أنا اليوم استفيد من خبرات ومن معلومات الجميع لحتى أوصل أنا لنتيجة هي أفضل بكثير، كونه هي النتيجة هي اشترك فيها أكثر من حدا. نعم، بدنا نتشكر وجودك معنا أستاذ مفيد والمعلومات اللي فدتنا أولاً إلنا فيها وفدت جميع مشاهدي الأخبارية السورية. إن شاء الله يا رب هيك بنكون بمواضيع تانية كمان بتحقق الإفادة. شكراً كثير لك. شكراً كثير لكم. شكراً.